مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مسرحات الأرصاد الجوية تحذر من تساقط أمطار رعدية معتبرة خلال ليلة اليوم لغاية فجر يوم الغد على كل المناطق الداخلية بالخصوص الغربية وكذلك الشرقية خلال يوم الغد بإذن الله ستبقى الأجواء غائمة على العموم خاصة خلال صبيحة على كل المناطق الداخلية بالخصوص الغربية والشرقية تكون مرفوقة بزخات من الأمطار أحيانا حبات برد نحو الهضاب الغربية أسواح ستشهد اجواء متقلبه طارة صفا طارة امطار عابره على المناطق الساحليه الغربيه خلال صبيحه قد تمتد هذه الامطار خلال اواخر النهار نحو السواحل الوسطى بينما تبقى سواحل الشرقيه تشهد اجواء غير مستقره مرفوقه بزخات من الامطار من حين لاخر حتى مناطق الجنوب الغربي لغايه شمال الصحراء والواحات ستشهد بعض الامطار خاصه بشمال الصحراء ستكون على شكل زخات كما ستنتشر بعض السحب لكن تبقى بدون فعاليه على مناطق مناطق اقصى الجنوب لغايه مرتفعات الهجر والتاسيلي الحراره خلال ليله اليوم البروده ستكون محسوسه بالمناطق الداخليه 13 درجه فقط منتظره بالبيض ترتفع الى 21 درجه بسواحل الشرقيه لن تتعدى 18 بسواحل الغربيه في حدود 22 درجه بشمال الصحراء ومرتفعات الهجر وترتفع الى 30 درجه باقصى الجنوب اما خلال ظهيره الغد الحراره قصوى تبقى تقارب المعدل الفصلي ومعتدله مقاييس ما بين 23 درجة بتلمسان ووهران إلى 28 درجة بكل من العاصمة وقسنطينة 29 درجة بسكيكدا عنابة ترتفع إلى 31 درجة وهذا كعلى مقياس بتيزي وزو أما بالهضاب العليا ستتراوح ما بين 20 إلى 23 درجة بالنسبة لشمال الصحراء ستقرب 36 درجة بينما لن تتعدى 26 درجة بمنطقة الواحد تبقى تفوق الأربعين درجة من الصحراء الوسطى نحو أقصى الجنوب تقارب محليا أربعة وأربعين درجة ببرج برجي مختار فيما يخص البحر يوم الغد سيكون مضطرب نحو السواحل الوسطى والغربية قليل الاضطراب بسواحل الشرقية رياح ضعيفة إلى معتدلة أحيانا تشتد إلى 50 متر في ساعة بسواحل الوسطى تأتينا من غربية إلى جنوبية غربية على سواحل الوسطى والغربية تكون جنوبية غربية خلال الصبيحة بسواحل الشرقية ثم تدور إلى شمالية غربية خلال الظهيرة نحو سواحل الشرقية بالنسبة للأيام القليلة المقبلة يوم الثلاثاء بحوالي بحول تبقى أجواء متقلبة تميز كل المناطق الشمالية معه هبوب رياح قوية نحو السواحل مرفوقة ببعض الأمطار المحلية خلال الظهيرة نحو السواحل الوسطى وكذلك الشرقية بعض السحب الرعدية ستنشط بشمال الصحراء ومنطقة الواحة درجة الحرارة تبقى مستقرة وفصلية يوم الأربعاء بإذن الله مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب خلال يوم الأربعاء بعض السحب العابرة على كل المناطق الشمالية أجواء متقلبة دائما رياح قوية نحو سواحل تبقى تنشط بعض الخلايا الرعدية بشمال الصحراء والواحة درجة الحرارة تبقى مستقرة خلال يوم الخميس بإذن الله ننتظر عودة الأمطار من جديد على كل السواحل تكون محلية ونفس الوضعية الجوية بالنسبة للمناطق الجنوبية درجة الحرارة أيضا تبقى مستقرة